ألا توقن أنك ستموت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عقاب يرتبط بمعاصي، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث المرائي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضوان الله عليه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الآتيين اللذين أتياه فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فانطلق، مر به على رجل مضجع وآخر معه حجر يثلغ به رأس هذا المضجع، يعني يشدخه يكسره يهشمه يحطمه، فيتدهده أن يتدحرج الحجر، فيذهب هذا القائم الضارب المسقط للحجر حتى يأتي بحجره، فإذا عاد وجد الرأس قد عادت إلى صحتها وسلامتها، فيضربه فيشدخ رأسه ويتلغه، فيتدهده الحجر فيذهب حتى يأتي به فيعود وقد عادت الرأس إلى صحتها وسلامتها، إلى أن يقيم الله الساعة. أتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، ومر على رجل مضجع لقفاه وآخر قد قام عليه ومعه كلوب أي حديدة معقوفة يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه أي عينه إلى قفاه من اليمين، ثم يستدير فيفعل ذلك فيعود الجانب الأيمن إلى صحته وسلامته، فيأتي إليه فيعود الجانب الأيسر إلى صحته وسلامته حتى يقيم الله الساعة. كل ذلك عذاب في البرزخ للرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الآتيين من الملكين اللذين أتياه فأخذ بيديه صلى الله عليه وسلم، وآخر يسبح في نهر الدم، يسبح في الدم بكثافته التي تعلمون ولزوجته، بكل ما فيه من عناء وكل ما يكتنفه من شقاء وبلاء، وآخر على الشط قائم ومعه حجارة كثيرة، فإذا أتى السابح فغر فاه فتح فمه لوسعه فألقمه حجرا، فيستدير بحجره يسبح في نهر الدم، ثم يعود إليه يفغر فاه يفتح فمه لوسعه، ثم يجعل الحجر فيه. كل ذلك بآكل الربا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي مثل التنور يخرج اللهب من أسفل، والتنور ضيق من أعلاه، ورجال ونساء عرايا في عري كامل، فإذا أتاهم اللهب من أسفل منهم ضوضوا خرجت لهم أصوات بآلام وحسرة وأحزان، فهؤلاء الزناة والزواني كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر إلى جملة كثيرة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لشؤم الذنوب والمعاصي في البرزخ. وأما في الآخرة فنسأل الله رب العالمين اللطيف الرحيم أن يرحمنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. كل ما تعاني منه الأمة أفرادا ومجتمعا إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، فتوبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه.